أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يمكن كلام كتير الأيام اللي فاتت عن فيروس كورونا والمتحور الجديد لفيروس كورونا، إيه هي النصائح الوقائية اللي المفروض نمشي عليها علشان بإذن الله يفضل الوضع الوبائي في مصر مستقر، وكمان إيه هي الإرشادات الطبية للاستخدام الآمن للمضادات الحيوية. كل دي موضوعات هنطرحها مع حضراتكم مع دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور، وبداية كده لو نطمن الناس على الوضع الوبائي لفيروس كورونا. لو احنا بنتكلم في مصر فأعتقد أن الوضع الوبائي مستقر، لكن عالميا بقى فيه متحورات جديدة. صباح الخير يا استاذ عدير، صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور، اهلا بحضرتك. سنه طيبين حضرتك. حضرتك يعني قلت الخلاصه ان الوضع مطمئن، وهو ده الحقيقه. وحضرتك عارفين طبعا ان احنا في ظل الظروف الوبائيه اللي كانت موجوده بالنسبه لفيروس كورونا والفيروسات الاخرى، احنا الحمد لله في شفافيه كامله في وصف الوضع الوبائي في مصر، لان الحقيقه دي قصه مشتركه ما بين كلنا بنسعى اليها حتى يكون في استقرار زي ما حضرتك قلت. الوضع حاليا مستقر فعلا، لكن اللي انا عايز اقوله ان الفيروسات التنفسيه بكل انواعها موجوده، موجوده عندنا وموجوده في العالم كله. طبعا في نوع من التذبذب في عدد الحالات، مش في مصر، في العالم، واحنا كلنا طبعا بنسمع في الاخبار اللي بتجي بنشوفها وحضراتكم بتعرضوها ان في بلاد فيها اعداد كبيره جدا من اصابه بفيروس كورونا او اي نوع من انواع متحوراته. وعايز اقول لحضرتك ان حكايه تحور الفيروسات الى انواع كثيره وانواع متعدده دي حاجه طبيعيه جدا وليست غريبه. حتى فيروس الانفلونزا الموسمي اللي احنا بيجينا كلنا برضه فيه متحورات، في انواع كثيره، في منهم 256 نوع. فقصه المتحورات واسمائها يعني ما تشغلناش الا في بس ده اسم مرعب قوي يا فندم. نعم يعني الاسم مرعب قوي، يعني متحور يوم القيامه، يعني سبحان الله يوم القيامه ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. احنا كنا ماشيين الفا يعني وبيتا وجاما اللي هو حصل يوم القيامه مش هيبقى فيه متحورات اصلا ولا حد هيدور عليها. فحضرتك هي اسامي لامعه واسامي يعني اعلاميه، انما التصنيف بتاعها احنا كلنا عارفينه، بنسميه بي واكس ومش عارف بي بي والكلام ده كله. زي ما قلنا ماكرون، وقلنا قبليه انواع كثيره جدا، والفا وجاما ودلتا. حضرتك عارف هي مسميات للتداول الاعلامي او التداول الطبي، انما هي اصناف من نفس الفيروس. اللي عايز اقوله ان احنا الحمد لله الوضع الوبائي بالنسبه لفيروس كورونا او الانواع الاخرى، لان احنا عندنا طبعا فيروس الانفلونزا موجود وعندنا المخملي موجود وانواع اخرى كثيره اللي احنا بنسميها على بعضها كده الفيروسات التنفسيه او التي تصيب الجهاز التنفسي. الحاجه المهمه جدا ان الاعراض كلها متشابهه بما فيها كورونا حاليا. يعني هي بتبدا برشح وعطس، يمكن من اللي احنا ملاحظينه في ساعات وجع في الزور جامد، بينزل شويه للقصبه الهوائيه، وقد ينزل الى الشعب الهوائيه الواحد يكح ويطلع بلغم، والله لا يقدر في بعض الحالات يعني التي تكون اشد ممكن يحصل التهابات رئويه. وده انا بقول الكلام ده مش لان ده منتشر قوي، لا، دي اوضاع طبيعيه جدا باعداد غير وبائيه. يعني كل اللي رصدته وزاره الصحه واللي احنا شايفينه على ارض الواقع والرصد في كل انحاء الجمهوريه هي اعداد تتناسب مع هذا الموسم من السنه. الخريف وبننتقل للشتاء، في مدارس، في حضانات، في جامعات، في شغل، في اتوبيسات، في كل ده. ولان الدنيا برد نهارا وليلا احنا بنقفل، يعني ما حدش بيسيب الدنيا مفتوحه او يبقى في تيار هواء. وفي ناس طبعا نظرا للسرعه بينزلوا فجاه من الدافي الى الهواء او العكس، فممكن يجي لهم هذه الفيروسات. يعني اذا هي فيروسات عادية، الأعراض المنتشرة موجودة، قد تتفاوت من واحد لتاني، حتى نفس الفيروس في نفس الشخص أو نفس العيلة ممكن يختلف، لكن هذا يحتاج فقط اللي احنا عايزينه في الفترة الحالية هو الاحتياط والاحتراز والتعامل مع الحالة حتى لا يحدث مضاعفات. عظيم.
طيب يا دكتور، عايز اسال حضرتك، مع استمرار متحورات كورونا هل في تطوير للقاحات الخاصه بكورونا او تطوير لبروتوكول العلاج او تغيير فيه؟ حضرتك اللقاحات كل العالم بيتكلم على ان هذه اللقاحات حتى الان لقاحات نشطه ومؤثره وتؤثر على الفيروس، انا بتكلم على كورونا وانواعه المتحوره. يعني ما حدش قال ان اللقاحات الحاليه لن تؤثر في الحمايه من كورونا، فاذا احنا مستمرين واللقاحات موجوده ومتوفره، وكل من يريد ان يحصل على اللقاحات يقدر ياخذها. فما فيش تغيير جذري في موضوع اللقاحات. حضرتك كسرت موضوع تاني اللي هو بتاع المضادات الحيويه. المضادات الحيويه احنا عندنا انواع من المضادات، الجراثيم او الميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسي، منها فيروسات وظن كلنا بقى عندنا خبرة في الفيروسات، ومنها بكتيريا وفي أنواع منها متعددة جدا، ومنها فطريات، ومنها أنواع أخرى. كل نوع له علاج معين. يعني إذا كان فيروس لن يفيد فيه المضادات الحيوية، لكن ممكن نحتاج استخدام بعض أدوية الفيروسات أو ضد الفيروسات لهذه الفيروسات. البكتيريا هي دي اللي ليها مضادات حيويه. وعلى فكره حضرتك يا استاذ غدير، كل نوع من انواع البكتيريا او كل اصابه ليها مجموعه معينه من المضادات الحيويه. يعني اللي بيجي له النزله الشعابيه اللي هو التهاب في الشعب الهوائيه ليه مضادات. اللي بيجي له التهاب رئوي في البيت او في المنزل ليه مضادات. اللي بيدخل المستشفى وهكذا. يعني كل واحده ليها تصنيف، واحنا عاملين في مصر في الجمعيه المصريه لامراض الصدر والتضرن عاملين ما يسميه ارشادات طبيه للساده الاطباء والمعالجين عشان كل حاله من دول ايه المضادات الحيويه المناسبه ليها. طب واحد جاله برد او اي فيروس من الفيروسات اللي احنا بنتكلم عليه محتاج مضاد حيوي؟ لا، الا لو الفيروس اتقلب الى اصابه بكتيريه. ومين اللي بيحدد كده؟ الطبيب المعالج. يبقى انا نصيحتي حتى نضمن عدم سوء استخدام المضادات وعدم استخدام تكلفه ماليه ملهاش لازمه، ونضمن فاعليه هذه المضادات لفتره طويله، يجب ما حدش ياخد مضاد حيوي الا بارشاد طبي. خطوره ده يا دكتور علشان الناس تفهم، وحصل شوية حرارة بسيطة ياخد ولا ما ياخدش؟ دكتور أنا كنت بسأل حضرتك عن خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية علشان الناس تفهم مدى تأثير ده، يعني هل بس بيخلي المضاد الحيوي غير فعال على جسمي ولا ليه خطورة؟ الخطورة ممكن يكون فيها آثار جانبية طبعا، دي واحدة. الواحدة التانية ودي المهمة جدا، إن المضاد الحيوي من سوء استخدامه سواء بكثره او بافراط زي ما حضرتك قلتي، او في غير موضعه او بغير جرعته المقرره، يعني ممكن واحد يكتب له مضاد حيوي مرتين في اليوم لمده 7 ايام، هو بعد يومين لقى نفسه كويس روح مبطل. ايه اللي بيحصل؟ وهي دي الخطوره الحقيقيه، الميكروبات بيحصل لها مناعه ضد هذا المضاد الحيوي. يعني هيجي بعد شويه على مستوى البلد كلها وعلى مستوى الشخص نفسه وعلى المستوى العائلي، ممكن المرة الجاية يستخدمه ما يبقاش مؤثر. يبقى احنا، وعلى فكرة المضادات الحيوية المتاحة مش عندنا بس، احنا عندنا كل انواع المضادات الحيوية، لكن في العالم مفيش جديد، الجديد ده بيطلع كل عشرات السنين، فيجب ان نحتفظ بهذه القوة التي تقاوم الميكروبات للحالات فعلا اللي بتحتاج هذه المضادات، ولا نستخدمها الا في موضعها. ومين اللي يقرر؟ مش المريض، الطبيب المعالج، لان هو حاطط في دماغه ايه الارشادات وايه العيان ده اللي عنده نزله شعبيه يديله ايه، واللي عنده التهاب رئوي يديله ايه، واللي عنده التهاب رئوي شديد يديله ايه، وهكذا. طيب دكتور، خلال الفتره اللي فاتت بقينا نشوف ناس كده بتكتب على الفيسبوك او بتتكلم حتى يقولوا للمره الثانيه برد في اسبوعين مثلا، للمره الثالثه برد في شهر، هل ده بيكون برد ولا ممكن كورونا تيجي لشخص مره واثنين وثلاثه في شهر واحد؟ شهادتك من الناحيه العمليه والطبيه والعلميه
اذا واحد جاله كورونا وشفي منها ليس هنا طبعا في شويه مناعه جزئيه لكن ليس هناك ما يمنع ان يجيله كورونا مره ثانيه. فعشان كده لازم المحافظه. وبعدين هو جاله برد وخف ولسه يا دوبك فاضل شويه اعراض بسيطه راح خد عدوى من واحد ثاني هجيله؟ يعني سيادتك هي ما بتديش مناعه كامله، لا الفيروس لا الاصابه ولا التطعيم بيدي مناعه كامله من هذا الفيروس، فيجب الاستمرار في المحافظه والوقايه. وانا الحقيقه نصيحتي اللي بقولها اللي واحد جاله برد، اي واحد فينا، او طفل جاله برد راح مدرسه، او طفل جاله برد وراح حضانه، الافضل كثيرا حمايه لهذا الطفل انه يقعد في البيت يومين ثلاثه اربعه عشان يشفى تماما فما يجيلوش مضاعفات. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه المهمه عشان ما يعديش بقيه الناس، ما يروحش يعدي بقيه الفصل، يعدي المدرسه، يعدي اخواته وهكذا. احنا يا دكتور يمكن الناس بقت بتتعامل مع فيروس كورونا مع الوضع الوبائي المستقر الحمد لله في مصر بشيء من يعني التساهل شويه، ما بقاش فيه الاجراءات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. هل ده بيهدد الشكل المستقر للوضع الوبائي؟ وهل احنا المفروض نرجع مثلا لبس الكمامات وخصوصا الناس اللي بتبقى عيانه ونازله وهي عيانه؟ هم دول لازم يلبسوا كمامات. لازم. ويعني انا شخصيا بلبس كمامه، ليه؟ اولا وقايه، وثانيا ان احنا لما بننزل من البيت والدنيا دافيه او من المكتب والدنيا دافيه وننزل للهواء، هو ده نفسه بيخلينا ما نتعرضش لتيار الهواء. فاذا يعني الكمامه نوع من الوقايه والمهمه، وخصوصا في ظل وجود بعض الفيروسات بصرف النظر عن هي وبائيه او وباء ولا لا. بس عايز انبه ان فيروس كورونا الوبائي لم ينتهي عالميا. وإذا كلكم سامعين طبعا ان في بلاد فيها ملايين المصابين بهذا الفيروس. صحيح. فاذا الوقايه مهمه جدا، والاحتياط مهم جدا، والاحتراز مهم جدا. طيب دكتور، هل المتحور الاخير ده خطورته في انتشاره ولا ليه اعراض اكثر خطوره على الانسان؟ لا، لا لم يرصد اعراض اكثر خطوره. لكن رصد سرعه الانتشار. وعلى فكره سرعه الانتشار دي احدى مميزات فيروس كورونا بصفه عامه من الاول. اذا قورن بالانفلونزا العاديه او الحاجات الثانيه هو اكثر انتشارا. يعني الثاني مثلا الانفلونزا العيان يعدي 3 4 ده ممكن يعدي 7 كمان. دي نمره واحد. لكن الخطوره بتاعته مش اكثر خطوره من الفيروسات الثانيه، دي ناحيه. الناحيه الثانيه المهمه قوي ان كل ما العدد بيكتر يبقى اذا احتماليه المضاعفات بتكتر، وده اللي مرصود في احدى الدول اللي فيها اعداد كبيره. يعني ممكن اللي يصاب ملايين لكن ممكن مليون منهم يجي له مضاعفات، فهي دي النقطه الخطيره. وطبعا زي ما قلنا زمان وبنقول، كل ما كان حد عنده سيادتك امراض مزمنه او امراض مصاحبه او امراض تنفسيه ممكن يكون في نسبه مضاعفات اكثر. يعني المتحور الاخير المضاعفات منه قويه؟ لا، يعني هي في مضاعفات لكن ليست بقوه ال مقارنه بالاخرى او المتحولات الاخرى من ده عظيم يعني جدا. هي نفس الحالات بنفس المضاعفات، لكن الصفه المميزه لهذا الفيروس انه اكثر انتشارا. طيب دكتور محمد، كان سؤال حلقتنا النهارده احنا بنتكلم في البدايه عن الذكاء الاصطناعي ودخوله في مجالات عديده، وهل هيقدر انه ينافس البشر في كل التفاصيل ولا ما زال الانسان والبشر ليهم السيطره عليه في المدخلات، في انه ممكن يقوم ببعض المهام لكن في النهايه البشر والانسان هو اللي بيتحكم فيه. فمدى دخول الذكاء الاصطناعي في العمليه الطبيه وفي المسائل الطبيه؟ هو الذكاء الاصطناعي موجود طبعا في الطب وبنستخدمه في حاجات كتير جدا، وبقى في انسان آلي ممكن يساهم في اجراء بعض العمليات الجراحيه لمساعده الطبيب اللي بيعمل العمليه في انه يدخل في اماكن يمكن ما كانتش سهله قبل كده. فحضرتك الذكاء الصناعي ممكن يستخدم ويبقى ليه دور، انما لا يمكن هيغني عن دور البشر.
وعايز اقول لسيادتك حاجه ثانيه، هو مين اللي بيشغل الذكاء الاصطناعي؟ ما هو البشر. انما في مجال الطب قد يكون ليه دور، وفعلا هيكون ليه دور، لكن لا يغني ابدا عن الدور البشري في هذه القصه. أعتقد يكفي التفاعل الانساني او البشري ما بين الطبيب والمريض. ده لا يمكن في حاجه تغني عنه. الطبيب لما بيقعد قدام المريض، لما بيقعد قدام الطبيب ويسأله عن حالته المرضيه وتفاصيلها ودقتها وبياخد ادويه ايه وايه الاعراض، يعني قد يفيد الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات لكن لا يغني عن البشر. صحيح يا دكتور. ويمكن الاشهر والابرز هو استخدامه في مساله التشخيص على مستوى العالم، دمج الذكاء الاصطناعي في مساله التشخيص على وجه التحديد. بيساعد يا فندم. انت بتدي له الداتا عشان يقول لك ايه الاحتمالات، فاذا كانت الداتا غير دقيقه وغير كامله هو كمان مش هيدي تشخيص دقيق او كامل. فهو سيادتك عامل مساعد وليس بديل، ودي نقطه مهمه جدا. الذكاء الاصطناعي او التشخيص الالكتروني او التشخيص عن بعد، كل دي وسائل مهمه تساعد. يعني افرض سيادتك واحد في بلد تاني ومحتاج مركز متخصص في بلد في نفس البلد بس في العاصمه مثلا او في مكان تاني، هيدي الداتا والذكاء الاصطناعي يساهم فيها لكن لا يغني عنها. صحيح. كل شكر لحضرتك طبعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. شكرا جزيلا ليك يا فندم.